السلام عليكم مشاهدي قناة المغربية، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة من التغطية الخاصة. ما تزال مشاهدينا ولايات الوطن تشهد وقفات ومسيرة احتجاجية مطالبة برحيل نظام الرئيس بوتفليقة جذريا. أمس الجمعة الخامسة على التوالي خرج الشعب في مسيرة مليونية حاشدة سلمية وحضارية كعادتها، حضورا لافتا للأسر والأطفال رغم الأمطار وبرودة الطقس الشديدة، رافضين بقاء هذا النظام ومطالبين مطلبا واحدا هو الرحيل ثم الرحيل التام لوجود هذا النظام. اليوم مشاهدينا احتشد المحامون في وسط العاصمة التي شهدت احتجاجات حاشدة على مدى شهر كامل، وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء. المعارضة أيضا الداعمة للحراك في اجتماع اليوم في مقر جاب الله. مشاهدينا، ضغط الشارع كبير لكن النظام ما يزال في تعنته. إلى أي مدى هذه الحشود الكبيرة وهذه الوقفات المتتالية ستحسم هذا المشهد العام في الجزائر وتدفع الرئيس إلى الاستقالة وإلى النظام إلى التغيير؟ نتابع الفيديو التالي ثم نعود ونناقش الموضوع مع ضيوفنا الكرام. إذن مشاهدينا، كان هذا مقطع بسيط من وصغير من المسيرة الاحتجاجية أمس في العاصمة الجزائرية. مشاهدينا، معنا ضيفنا الكريم الأستاذ صالح دبوس المحامي والناشط الحقوقي معنا عبر خدمة سكايب، وضيوف آخرون يلتحقون بنا لاحقا. بداية أرحب بضيفي الأستاذ صالح دبوس، أهلا بك أستاذ صالح. في خامس جمعة الشعب ما زال مصر على التغيير ثم التغيير، ما تعليقك أستاذ صالح دبوس على المسيرة أمس وكيف تشهد المشهد الجزائري العام؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة النهار ولضيوف قناة المغاربية. قناة المغاربية. هذا كنا برا نقولوا النهار ديكاش، دونك جبتها في راسي. المهم اعتذر على هذا الخطأ فيا. لا بأس لا بأس. المهم إذا تحية لك ولمشاهدي قناة المغاربية ولضيوفك الكرام. اليوم الخامس، يعني الجمعة الخامسة، نعم، في العاصمة وفي كل مش فقط ولايات وفي كل مدن الوطن، نعم، تقريبا في كل بلدية كاينة مسيرة. التقديرات تقول حوالي 20 مليون، يعني تقريبا نصف سكان الجزائر، مع العلم أن ربع سكان الجزائر يعيشون خارج الوطن، ورانا نشوفوا في المسيرات تاعهم في كندا وفي كل مكان. حتى كاين واحد رفد لافته في الصين قال يرحل النظام ولو من الصين. نعم. هذه يعني شفت هذا منذ قليل. فهنا اجماع من كل المواطنين بان هذا النظام يجب ان يرحل ويجب ان يرحل حالا. لان المساله لم تعد تطرح في رحيل النظام من عدمه، لكن اصبحت تطرح في رحيل النظام حالا. نعم. الان حالا. يعني لأن الوقت الزمني يلعب دور كبير، لأن ليس في صالح الحراك أن يستمر أيام أو أشهر أستاذ صالح، ليس كذلك؟ لا 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 لا، لا الحراك يمكن أن يستمر سنوات. يعني هناك شعارين، الشعار بوتفليقة ما يزيد حتى دقيقة، والشعار الثاني تمددوا في العهدة نمددوا في الحراك. يعني أنا أريد أن أقول شيء، وهو أن هذا الشعب اللي راه يخرج ويطالب برحيل النظام هوش مقلق، لكن هو مصر على رحيل النظام حالا. الإصرار هو الذي، نعم،
نعم هناك إصرار على رحيل النظام حالا، ليس لأنه يخاف أنه يفشل، لا هذا راه كل جمعة تزيد على الجمعة الأخرى. نعم. وما بين جمعة وجمعة راهم يخرجوا يعني فئات من يعني خرجوا القضاة واليوم خرجوا المحامين، وكاين أعتقد إضراب في عدة قطاعات يوم 26 مارس في قطاع البترولي وفي عدة قطاعات حتى في القضاء، أعتقد أن هناك إضراب. على كل حال كاين معلومة أنا لم أتأكد منها، لكن الإصرار على أن يرحل النظام حالا مش لأن الناس راهي خايفة تتعب، لا الناس ماش راح تتعب، بالعكس إحنا هذا وين قلنا بسم الله، ولما يرحل النظام هذا هو وين راح يكون العمل الجدي، يعني لازم الناس يوعاو. وأتذكر قبل أول مسيرة مداخلة عندي هنا في النهار كان الناس تشكك، قال في 22 فبراير نخرجوا ربما يضربونا ولا ما يضربوناش إلى آخره. في إحدى المداخلات اللي أنا شخصيا دخلت وقلت بأنني شفت إشارات واضحة من عند الأمن في وسائط التواصل الاجتماعي مطمئنة وتقول بأنهم لن يضربوا المتظاهرين، مش هذه الإشارات اللي كانت مطمئنة ولكن عدم تكذيبها هو اللي مطمئن. احنا عادة لما يقولوا الأمن ما راحش يضربوا، لا يخرج لنا رئيس الأمن الوطني ولا وزير الداخلية ولا يقول العكس، ما يقولش العكس مباشرة، ولكن يقول الأمن هنا باش يحفظ النظام. نعم. ونحذر، هذا التكذيب ما جاش. فهذا الشيء الأول اللي قلته قبل المسيرات. الشيء الثاني اللي قلته قبل المسيرات، قلت ربما سيرحل النظام ويجب على الشعب أن يعي وعلى النخبة كذلك وعلى كل الناس اللي راهم عندهم دور يقوموا به مهما يكون هذا الدور، أن يعوا بأن أصعب شيء ليس ذهاب النظام ولكن تأسيس الدولة على أسس جديدة بعد ذهاب النظام، هذا هو أصعب شيء وهذا هو الشيء اللي راح يبدأ. أنا سأقول لكم الآن شعوري هو أن النظام مات، يعني مات خلاص، النظام راه مات وذهب، لكنه يحتل موقع السلطة كجثة هامدة، وإحنا رانا ما نش حابين هذيك الجثة الهامدة تفوح روائحها. يعني لازم نخلصوا هذا السلطة، لازم نخلصوها من جثة الهامدة. هل رأيتم في تاريخ الجزائر أو في تاريخ أي دولة وزير أول عنده وزير نائب وزير أول مكلف في الشؤون الخارجية الحقيبة اللي غير منصوص عليها في الدستور؟ طيب ما عليناش ما يهمناش. هل رأيتم يعني وزير أول معين ويقعد منش عارف شحال من أسبوع وما يقدرش يشكل الحكومة؟ أكيد. حتى رئيس الحكومة أستاذ صلاح الدبوز، رئيس الحكومة الآن يتخبط في إيجاد أو في تعيين يعني أعضاء الحكومة، هذه تقريبا 10 أيام من تعيينه وهو يتخبط في تعيين أعضاء الحكومة. شوف احنا أول ما عندناش رئيس حكومة عندنا وزير أول وحسب المنصوص عليه في الدستور، لكن شعوري الآن أعتقد أن هذا الوزير الأول مش ما لقاش الناس اللي كيشكل بهم الحكومة، أكيد أنه يكون لقاه، لأن كاين اللي عندهم ملفات يجيبهم يقولوا تقبل سينو راح نديروا لك مشكلة. أكيد. لكن المشكلة الآن هو إعلان الحكومة الجديدة سيلهب الشارع. لو أعلن هذا بدوي على أي حكومة جديدة فسيلهب الشارع، هذا يعني هذا هو المشكل. أعتقد أن هذا هو المشكل الكبير المطروح، لكن خلينا من هذا الجانب الآن. نعم. موقع السلطة الذي لا تحسد عليه هي. نعم. موقع تاعها أولا، هي اللي وصلت البلاد للأزمة، هي اللي ما قدرت واضح. حتى تنظم انتخاب. أستاذ صالح دبوز، معذرة على المقاطعة، معنا أبقى معنا إذا سمحت، معنا الأستاذ عادل العزيزي، الزميل عادل العزيزي من الجزائر. أستاذ عادل العزيزي معنا من الجزائر، ينقل لنا ما حدث أمس واجتماع المعارضة اليوم والوقفة، وقفة المحامين. عادل
يبدو فقدنا الاتصال بعادل العزيزي. يعود إليك الأستاذ صالح دبوز. كما تحدثت أن المشكل فعلا ليس في تعيين من هم سيكونوا أعضاء الحكومة، لكن الخوف من الشارع، كيف ستكون ردة فعل الشارع؟ أكيد ستكون قاسية، وقاسية فعلا على الحكومة. إذا تحدثنا عن المعارضة اليوم، المعارضة تجتمع في مقر جاب الله، كيف تقرأ هذا الاجتماع؟ وهي التي اجتمعت منذ أسبوع أيضا، ليست المرة الواحدة التي تجتمع فيها المعارضة، أليس كذلك أستاذ صالح دبوس؟ نعم، المعارضة تحاول أن تلملم أمورها وأن يعني تأخذ موقعا مفيدا للحراك هذا، للثورة. أنا أفضل كلمة ثورة، لأن الثورة هي موضوع هذا، ما يعني ما يحدث، والحراك هو الوسيلة التي تسير بها هذه الثورة. فأعتقد أن المعارضة ومن حقها أن تبحث عن الموقع، لأن من سيستلم السلطة هم الناس اللي على الأقل يفهمون في السياسة ويعرفون الشأن السياسي، ولو لم يكونوا في الأحزاب. ويمكن أن نجد، حتى ما يقولش لا يساء فهم ما أقول، يعني يمكن أن يستخرج من هذه الثورة، أنا متأكد بأنه يمكن أن تنتج نخبة محترمة جدا ومكونة من الشباب، من الشابات ومن الشباب، وتطعم بالناس اللي في المعارضة، بشرط أن يكونوا معارضين صادقين في مواقفهم. نعم. وهذا الشيء سهل باش نلقاوه، لان كل رجل سياسي معارض او ناشط سياسي معارض عنده صفيحه السوابق السياسيه، نقدروا نقولوا، وهي مواقفه نزل، والراي العام يزن هذه المواقف، يعرف منها ان كانت مواقف يعني سليمه او غير سليمه، ودرجه مساهمه كل طرف. هذا ستاتي في مرحله اعاده البناء. أكيد. لكن نعم، ابقى معنا اذا سمحت استاذ صالح دبوس. الخطوط تتقطع من حين واخر، فعلينا اخذ المتصلين معنا. الاستاذ الياس فيلالي معنا من الجزائر، الناشط في المجتمع المدني. ارحب بك الاستاذ الياس فيلالي. امس كانت وقفه ايضا حاشده، ملايين كانوا أمس في الجزائر بولاياتها 48. اجتماعيا كنا شهدنا تلاحم وتضامن كل أطياف المجتمع في هذه المسيرات، خاصة كل يوم جمعة. كيف تقرأ وأنت في المجتمع المدني وأنت في الميدان هذا المشهد الذي تشهده، المسيرات كل يوم جمعة؟ شكرا أخت سمية على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي كل ضيوفك، والأخص الأخ دبوز يعني المحامي والناشط الرائع دبوز، الله يعطيه الخير إن شاء الله، وكل النشطاء، كل الرجال في آمين يا رب، البلد الحبيب. الأخت سمية، قبل ما نطرح إلى سؤالك، يعني نطرح إلى سؤالك، نشكر قناة المغاربية صراحة. الأيام الأخيرة كشفت أن المغاربية هي أول قناة بالجزائر. شكرا. مشيت بيوت كثيرة، والجزائريين كلهم يعني مسؤوليتكم كبيرة، أقسمية مسؤوليتكم كبيرة. نعم. صحيح. القناة المغاربية اليوم هي تقريبا الوحيدة التي يعني تغطي هذا الحراك بشكل يعني رائع، وبكل والناس عندهم حريه في التعبير. الله يجزيكم. قلت لك الاخت سميه فيما يخص الحراك، صراحه ان اليوم الشعب الجزائري من يوم الى اخر، من جمعه لاخرى، وبالحقيقه كل يوم، مش كل جمعه، الجزائريين يخرجون كل يوم، يعني هو اكرمكم الله، كي نقول احنا بالدارجه، هذا الشعب هذا اكرمك الله، تقيأ هذا النظام. خلاص. انا والله استغرب في الوزير الاول وكل المسؤولين هذو اللي عارفين الشعب رافضهم عن فكره ابيهم، رافض على انت وزير اول على من؟ مش على الشعب الجزائري البدوي. والدليل على الشعب رافضهم يا استاذ سلميه، كان في مشاورات تنميه شخصيه وطنيه، ورفضوا الاغلبيه الساحقه، رفضت باش تكون في حكومة ضد الشعب. هذا درجة الوعي، هذا الضغط الهائل الذي يعني فرضه الشارع، فرضه الشعب الجزائري
على كل واحد حتى الاحزاب السياسيه. فاليوم ما فيش واحد يتجرأ ويتطاول على الشعب، لا سياده الا سياده الشعب ولا قياده الا قياده الشعب. ويا بدوي ويا لوح، لوح يهدد القضاة، يهدد القضاة الذين يساندون في الحراك، ونقوله احذر يا لوح، احذر احذر، سنكون لك بالمرصاد، احذر انك في حكومة الخونة، انتم خونة ولا تحبون الشعب الجزائري، انكم مرتزقة ولا ما عندكم حتى علاقة مع هذا الارض، ما عندكم حتى علاقة مع هذا الشعب. ارحلوا ارحلوا، نحن اكرمكم الله الشعب الجزائري عندكم، خلاص اتقوا الله وروحوا، ويعني احفظوا ماء وجهكم وروحوا، روحوا الشعب كل يوم. والله لن ندخل كل جمعة وكل يوم، سنخرج حتى يمشي هذا النظام. هذا النظام، هذا النظام، هذا النظام المستبد، هذا النظام الحجار. ونقول لك يا الأخصمية، هم لما خرجوا الضباط والمحامين ضد هذا النظام الفاسد، فليبشر الشعب الجزائري أنها نهاية هذا النظام المستبد. ما هي إلا أيام، الشعب الجزائري اليوم قاعد يتكون، الشعب الجزائري قاعد التحام يعني الأمس صور رائعة يا سوفيا، صور رائعة تمشي للعالم. هذه الثورة تستحق جائزة نوبل الأخصمية. للسلام أكيد نعم. رائع، تكافل وتضامن وأقوة وتسامح وحب وكل شيء، كل شيء رأيناه، كل شيء إبداع. يعني مش جمال، حتى الرضع، حتى الرضع اكيد. والطقس كان البارح بارد، وكان الطقس قاسي. والشتاء سبحان الله كان حضور لافت للاسر بكاملها. بارك الله رغم كل هذه، والطقس جاء من كندا كمان، الجاليه بتحييها، الجاليه الجزائريه بالخارج. شفتوا صور من كندا، طقس يعني طقس ظروف صعبة قاسية، ولكن الجزائري هذا هو الجزائري. وأنا أنا أنا أطلب من الجالية الجزائرية، إذا فيه ناس عندهم وقت يلجوا للبلد لكي يساعدوا إخوانهم بإبداعهم بكل ما يملكون من 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 من, من, من قوة ومن مال ومن إبداعات ومن تفكير، كل شيء. نحن محتاجين وجودكم، حتى اللي ما يقدرش يجي معلش يساهم. لابد أن هذا النظام لابد أن يعني نعطيه أكبر درس في تاريخ البشرية. نحن إذا يريدون هذا الشعب يعني يروح يمشي للعلم، لا نمشي للعلم، نحن دفع قاتل السلمية. أكيد أكيد. من الأسبوع الأول برهلنا هذا الشعب على سلميته، من الأسبوع الأول بداية من 22 من فبراير الياس فيلالي، ليس كذلك؟ نعم 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 نعم. هو هذا النظام كان يتمنى ان يكون شيء من العنف، ولكن هيهات هيهات. اليوم الشعب الجزائري تكون، اليوم الشعب الجزائري عنده اطار يتواصل فيه مع النخبه، يتواصل فيه مع خيار القوم، يتواصل فيه مع كبار القوم، يتواصل فيه مع المحترمين، يتواصل فيه مع الدعاة، مع 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 المفكرين، مع مع احباب الجزائر، مع علماء الجزائر، مع اذكياء الجزائر. فيه تواصل وفيه تفاهم. نعم. فيه يعني يعني شيء عجيب يحصل اليوم في الجزائر، شيء عجيب. استاذ الياس، شيء فقط حاب اؤكد عنه، ان هذا الضغط الذي كان يعيشه هذا الشعب في مده 20 عاما، هذا الضغط وهذا الصبر الذي كان يحتمله طيله هذه السنين، هو الذي فجر فيه هذا الاصرار، هو الذي فجر فيه هذه القوه، هو اعطاه هذا الدفع ليصر على كلمة واحدة، ليخرج دفعة واحدة إصرارا ثابتا لا تغيير فيه على كلمة واحدة. يعني أنت في المجتمع المدني ومحتك بالشعب أكثر وأكثر، كيف تقرأ هذا الصبر الذي كان يعانيه هذا الشعب الجزائري؟ والله الأخصمية أنا لا أخفي عليك، لا أخفي عليك، قبل الحراك كنا عارفين، أقسم بالله يا أخصمية، والله شاهد على ما أقول، في كثير من الناشطين والنخبة، والله حتى يعني كان فيه شيء من الجدال، أنا قلنا لهم الشارع راه يغلي، الشعب هذا والله راح ينتفض، ما هي إلا أيام. نعم. وكان كثير منهم ليقسموا بالله هذا الشعب ما يقوم، وكان ما والله العظيم قراءتنا كانت يعني
في المستوى، لاننا عايشين مع المجتمع، عايشين مع الشباب، في يعني متخندقين في وسط المجتمع، ونعرف هذا النظام لا يعرف يعني درس حراره على الشعب، لا يعرف شيء، هو اولا وقبل كل شيء لا يحب الشعب ولا يعرف الشعب ولا يعرف الجزائر. وبالتالي اليوم الشعب الجزائري كما قلت اخت سمية، مش 20 سنة فقط يا اخت سمية، مش 20 سنة، هي منذ الاستقلال هذا نظام عدو للذكاء، هذا نظام يعني سبط الجزائريين، نظام وقف في وجهه ومسيرة الشعب، وقف في تطور الشعب، هلك الحرث والنسل، افسد الحرث والنسل، يعني قتل اللي قتل، وذبح من ذبح، وكسر من كسر، وهاجم من هاجم، وشتم من شتم، واهلك من اهلك، ويعني ما فيش شيء ما عملش هذا النظام. وبالتالي والله العظيم يا استاذه سمية، انا عارف انهم يسمعون، يا سي بدوي خاف ربي، اليوم اقل تكلفه، انسحبوا، هذا الشعب راه عقل، انسحبوا من قبل ان تنزلق الامور، انسحبوا، تريدون الانزلاق؟ لا ان شاء الله لا يكون لكم ذلك ان شاء الله. ابقى معنا اذا سمحت، ابقى معنا اذا سمحت استاذ الياس فيلا، ليعود الى ضيفي الاستاذ صالح دبوس. استاذ صالح دبوس، كنت استمعت الى استاذ الياس فيلا، فعلا الشارع برهن على اصراره، برهن على وعيه، برهن على يعني التفكير الذي وصل اليه الشاب الجزائري، انه خلاص هذا الشعب وصل من وعي فعلا يؤدي الى ان شاء الله نتيجه. اذا تحدثنا عن وعي او إن صح التعبير سلك القضاة وسلك المحامين الآن، وهم اليوم ليست الوقفة الوحيدة التي وقفوها، وقفات أخرى كانت على مدار الأسابيع الماضية، الآن إذا تحرر السلك، سلك القضاة والمحامين من هذا النظام، كيف تستقرئ المسيرات القادمة وكيف تستقرئ المستقبل أستاذ صالح دبوس؟ وأولا أنا سأكون صادق فيما سأقول، أنا بكل صدق مناضل ميداني، ونخرج مدة عدة سنوات، وإحنا نخرج في مسيرات وفي وقفات وكل شيء، لم أكن أتوقع أنه إذا انتفض الشعب سيحدث انتفاض سلمي، ليس لأنني كنت أشك في الشعب، أنا نعرف وكنت دائما نقولها، بل الشعب كل ما يخرج بطرق سلمية، لكن الأمن هو الذي ينتج العنف فينتج عن عنف مضاد. ما حدث في الآن هو أن الأمن أصبح يتعامل مع انتفاضة الشعب وهذه الثورة بطريقة قانونية، نعم، وهذا شيء جيد جدا ونشجعه، ولم نكن نطلب في يوم من الأيام أكثر من أن يحترم رجال الأمن بكل أسلاكهم مهامهم الدستورية. نعم. وفي كل مرة كنا نقول لهم هناك سياسيين وإداريين ينتجون كوارث، يختبئون وراء مكاتبهم ويعطوكم تعليمات ويخرجكم، إذا غضب الشعب وخرج إلى الشارع بطرق سلمية يطلبون منكم باش تخرجوا وتقمعوه وأنتم تنفذون هذه التعليمات اللي هي تعليمات غير دستورية. نعم. هذه المرة تصرف أجهزة الأمن تصرف يعني قانوني وفق ما يقتضيه الدستور، على العموم ما عدا بعض الأخطاء يعني تحدث أحياناً، لكن على العموم أكثر من 95% من تدخلاتهم تدخلات قانونية وفي إطار أحكام الدستور، وهو ما ترك المجال للشعب بأن يثور ثورة سلمية ويظهر هادئا ومصرا ويتقدم رويدا رويدا نحو هدفه في كل هدوء، وهذه هي طبيعة الشعب الجزائري الحقيقية. نعم. يمتد الأمر الآن إلى رجال القانون الذين أعتقد أنهم فهموا رسالة الشعب جيدا، بدأت بالمحامين اللي قالوا نعم نحن الدفاع، وكان شعارهم هو الدفاع صوت الشعب، ثم انتقلت إلى القضاة الذين حاولوا قبل اليوم أن يتهيكلوا في نقابات ومنعوا وقمعهم لوح في 2016 عفوا
قمعهم ونقل القضاة الذين حاولوا أن يؤسسوا نقابة للقضاة لتسمع صوتها، كما كنا ننادي قبل اليوم بأن يؤسس الشرطة، تؤسس نقابة للشرطة، لأن هذه التنظيمات النقابية هي التي تتيح للجهاز بأن يسمع صوته ولا يعاقب الأفراد كأفراد لما يريدون أن يسمعون أصواتهم كأفراد. ففي 2016 القضاة حاولوا أن يتنظموا، أقول هذا لأنني قريب جدا من هذا القضاة الذين نشطوا، فحاولوا أن ينشئوا نقابة وعوقبوا، كاين اللي عينوه في إليزي وكاين اللي داروا له عقوبة تأديبية خيالية إلى آخره. وأؤكد بأن الوزير شخصيا هو الذي يحارب هذه يعني ولا زال يحارب. أنا سمعت أمس أن عدد كبير من القضاة الذين رفضوا أن يحاكموا الناس الذي تم اعتقالهم في إطار هذه الثورة، لأنهم بكل بساطة لا يمكن يعني محاكمة ناس عبروا على رأي سياسي، فتحصل على قائمة فيها عدد كبير من القضاة يفكر الآن بتسليط عقوبة أو أنه أصدر قرارات كوزير لمعاقبة هؤلاء القضاة. أريد أن أقول ملاحظة فقط لسيد لوح، لم تعد وزير للعدل، الآن أنت لست وزير للعدل، فوق أن حكومتك مرفوضة وأصبحت غير دستورية وغير قانونية، يعني لا تفتقد إلى الشرعية فقط، أصبحت تفتقد إلى السند القانوني، وتصرفك يعتبر تصرفك الآن يعتبر انتهاكا للسلطة، أنت تستغل السلطة خرقا للقانون وقانون العقوبات. يمكن لأي شخص أن يتابع الأشخاص الذين يتصرفون الآن باسم السلطة، لأنهم يتصرفون بدون أي سند قانوني. الحكومة الآن أصبحت حكومة أمر واقع، وهي يجب أن لا تتجاوز تصريف الأعمال وأقل من تصريف الأعمال، يعني فقط تعس البيت برك باش ما يدخلش واحد آخر، ريثما تأتي الحكومة الشرعية والمستندة على السند القانوني. فلا يحق للوح أن يعاقب القضاة، لأنهم بكل بساطة هم كذلك عبروا عن مساندتهم أكيد لهذه الثورة. بقي الآن أمر مهم، ناطق الرسمي باسم الأرندي اللي هو حزب السلطة، يعني هو والأفلان أحزاب، هما إدارة على شكل أحزاب وهم سند الحقيقي لهذه السلطة. والذين يعني هذه الأحزاب التي كانت تصل إلى يعني ما تريده باستعمال التزوير وكل الوسائل غير القانونية. الآن الناطق الرسمي ماذا قال؟ قال أن منذ 7 سنوات هناك قوى غير دستورية استولت على صلاحية رئيس الجمهورية وتتصرف باسمه. يعني تصريح خطير من شهاب. فلهذا هذا التصريح يعني بكل بساطة، وأنا أزن كلامي، هذا يمكن أن يصنف في باب الخيانة العظمى. وأزن كلامي وأنا أقول الآن أنني أستعد لإيداع شكوى ضد مجهول استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية، وستودع هذه الشكوى قبل نهاية هذا الأسبوع. لا أضيف أكثر من هذا، هناك أمور أخرى. لماذا قلت هذه الملاحظة؟ قلت هذه الملاحظة لأننا إذا كان في 22 الشعب خرج لأنه لفظ هذا النظام الفاسد، أصبحت تظهر بعض الأمور الخطيرة اللي تثبت أن الأمر لا يتعلق فقط بالفساد لكن يتعلق بما يفوق ذلك. وراني قلت لكم أحد الأمثلة واضح التي صدمت، رغم أنني كنت أسمع مثلا بن فليس كان يقول هناك قوى خارج غير دستورية تستولي على سلطة القرار، ولكن كنا نقول أنه يمكن أن يحدث ذلك، لكن كنا نعتقد أنها عبارة عن تحليلات، وأن ربما صلاحية الرئيس هناك الناس يساعدوه أكثر من ما يقتضيه القانون بين ظفرين، يعني أنه مثلا أخوه أو أي شخص آخر يقول له روح حرر لي وكذا وكذا ويعلمه، ثم هو الذي يودع أمام أمانة رئاسة الجمهورية قرارات الرئيس. على الأقل كانوا هناك بعض السياسيين
كانوا يوحون لنا بأن الرئيس على الأقل مخه يشتغل. احنا سمعنا بعض السياسيين وبعضهم من المعارضة يقول لك فنعم الرئيس تعبان ما يتحركش ولكن يفكر. لكن أن تكون صحيحة هناك مدة 7 سنوات قوى غير دستورية فهذا الأمر الأخطر. لا هذا مش فقط أن تكون، هذا كلام خرج من الناطق الرسمي من إحدى أحزاب الحكم، وهو في نهاية أنا التصريح تاعو راني درته في الموقع في لاباج تاعي تاع فيسبوك ومعاه تعليق، ولو واحد يسمع له مليح يشوف. يقول اسألوا الذين كانوا يتحدثون عن الرئيس. أنا بالنسبة لي يعني أوحى في آخر تصريحه بأنه تقريبا متأكد بأن الرئيس غائب تماما. غائب تماما. قال أنا أسأل يحيى إذا حبيت، واسألوا الناس الذين كانوا يقولون أنهم عينوا من طرف الرئيس. نسأل الآن بدوي، من عينك يا بدوي؟ أكيد من عينك يا بدوي الآن؟ هذا السؤال يطرح. نعم. كيف تريدون أن كيف تريدون أن نتحدث مع ناس يقول لك راح ننظم ندوة وطنية وفي نفس الوقت يخرج أحد أقطاب هذا النظام ويقول لنا أن النظام أن الرئيس غائب وأن هناك أطراف غير دستورية تتصرف باسمه وسننظم لكم ندوة وطنية لنسلم السلطة للجهة التي أكيد سيختارونهم. هل أمام هذه الأوضاع يمكن نتفاوض ولا نتكلم ولا يعني الأمر أصبح خطير جدا؟ نعم. ولهذا الشعب لما راه يقول ترحلوا وترحلوا حالا وترحلوا كلكم فهو يعي ما يقول، فهو يعي ما يقول، يعرف تماما ماذا يقول. أكيد. وهذه هي الخطوة التي، وعلى كل حال يجب أن يعرف الشعب كذلك وكل الناس يعرفوا أنه من الناحية القانونية آخر رمق لهذا النظام هو يوم 28 أبريل القادم. نعم. لأن عهدة الرئيس الآن تنتهي قانونا يوم 18 أبريل، يوم 28 أبريل، يوم 28 أبريل باعتبار أن العهدة فيها 5 سنوات وأن الرئيس أدى الدستور يوم أعتقد 28 أبريل 2014، فيصبح يوم 28 أبريل الرئيس والحكومة التي يفترض أنه هو الذي عينها وكل الهياكل التي عينها تصبح يعني موجودة بدون أي سند قانوني. نعم. ويمكن لأي مواطن لأنه مواطن وصاحب المصلحة أن يقاضي أي هيئة نصبت من طرف رئيس الجمهورية الذي أصبحت عهدته منتهية، وبشرط أن تكون العهدة. نعم. المطالبة مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية. نعم. باش نوضح موقفي، يعني مثلا القضاة الذين عينهم رئيس الجمهورية لم يعينهم لعهدة يعني لعهدة محددة في الوقت، لكن نعم. الحكومة معينة لتشتغل لفائدة رئيس الجمهورية. نعم. وهو الذي يتحكم فيها، فإذا انتهت عهدة الرئيس انتهت عهدة الحكومة وكل الوزراء. واضح. وأي وزير ينطق باسم حكومة منتهية عهدته يصبح هنا في نظر القانون مستولي على السلطة بطريقة غير قانونية ويمكن في نظري مقاضاته والحكم عليه. نعم، ابقى معنا إذا سمحت أستاذ صالح دبوز. انضم إلي الآن زميل عادل العزيزي عبر خدمة سكايب معنا من الجزائر. عادل مرحبا بك، كيف تنقل لنا ما شاهدته أمس وما كان واقع في أرض الواقع في المشهد الحاشد للملايين في الجزائر؟ تحياتي لك حقيقة وتحية لك لمشاهدي قناة المغرب رجالي، وتحياتي لأخوتي الكرام سماعة صوت صالح دبوس، وكذلك حاضر أمس معنا في هذا العرس الكريم الذي يعني كل شرائح المجتمع ملايين الجزائريين خرجوا في كامل الفطر الوطني في عدة ولايات بين العاصمة كانت بهيجة. عادل إذا سمحت، الصوت والله الصوت يصلنا رديء جدا، في إعادة تحسين الصوت مع الإخوة التقنيين أعود إلى ضيفي الأستاذ الياس فيلالي. أستاذ الياس فيلالي، إذا تحدثنا عن المعارضة
هذه التي اجتمعت اليوم واجتمعت في الأسابيع الماضية، والحكومة التي تريد أو تحاول ترتيب بيتها، هذه الحكومة التي رفض العديد أن ينضم إليها، منهم معارضين ونقابيون رفضوا دعوة الحكومة. الآن الشارع في حراك، الشارع واعي بما يحدث، رحيل الرحيل الرحيل ثم الرحيل، مطلب وحيد وفقط. هناك من يقول أن يجب أن تكون هناك قيادة لهذا الحراك، ما تحليلك لمن يقول هذا الكلام وللمعارضة التي اجتمعت الآن، ويعني ما ستسفر عنه يسفر عنه اجتماع المعارضة، ما قراءتك سيد الياس فلالي؟ من يطالب بتأطير هذا الحراك هو النظام، هو النظام الذي لم يعرف كيف يتعامل مع هذا الحراك، لأنه هو لماذا يريد أن يؤطر هذا الحراك ليقضي عليه؟ لأن هذا النظام نظام خبيث ما فيش الخير، يعني والمعارضة والأحزاب السياسية كان من الأجدر أن يعني قبل أن تلتحق بالحراك أن يعني تحل الأحزاب نتاعها، لابد أن يعاد بناء كل شيء في هذا البلد، حتى الأحزاب السياسية بما فيهم الأفلان والألندي، هذو أكبر وسائل النظام، أكبر يعني البليغرونزوتي تاع الفساد وتاع التزوير. وبالتالي اليوم الشارع الجزائري لا هو شوف سيت ان نون ايفينمون، تشكيل الحكومة ما هو حدث، لا حدث، اجتماع المعارضة لا حدث، أحزاب سياسية أقصد، يعني كل شيء اللي وعد النداءات بدو هذه لا حدث. تعرفين اخت سميه، نعم، الولات هذا الولات هذو يعني صراحه الولات هذو الحقيرين يعني صراحه يعني حاولوا بكل ما يعني بكل ما في وسعهم لي يعني تجميع بعض اشباه الرجال ليعطيهم صوره زعما كانهم معارضه، ولكن هيهات هيهات. الشارع اليوم يرفض كل المندسين وكل الراكبين للموجة. الشعب الجزائري يعرف الرجال ويعرف الأحرار ويعرف يعني الناشطين الحقيقيين، وبالتالي هذه محاولة للنظام أن محاولة النظام لكسر الحراك عن طريق تأطير ما يكونش له ذلك، ما فيش تأطير الآن. الشعب الجزائري مؤطر بالفيسبوك، مؤطر بطريقة جزائرية لا يفهمها النظام الخبيث، لأنه نظام خبيث لا بد أن نتعامل معه بطريقتنا نحن، لأن الشعب أذكى من هذا النظام الرديء. الشعب أذكى أن يضع تأطير ثم تكسر الحراك، لا، هذا النظام خليه يتحاور مع خمسة ورمى أصلا لا حوار، ما فيش واحدة حتعامل. نعم. يعني الشارع الجزائري قاعد اليوم يفرض، لا يطالب، يقول ارحل، انا لا اتحاور معك. شكون انت يا بدوي؟ من انت يا بدوي ويا ويحيى ويا لوح؟ شكون صوت عليكم؟ انزلوا للشارع شوفوا الشعبيه تاعكم، ارواحهم، حاولوا خرجوا الشعب. يا استاذه سميه والله ما فيش وزير اليوم يقدر يخرج الشارع. أكيد يعني طبعًا. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. واضح الياس فلالي، ابقى معنا إذا سمحت. عود إلى ضيفي الأستاذ صالح دبوس. أستاذ صالح دبوس، استمعت إلى مداخلة الأستاذ الياس فلالي. لا للحوار مع هذه السلطة، نرفض الندوة الوطنية، كل موقف مع السلطة أو كل موقف من السلطة غير قابل للنقاش مع الشعب. هناك من يقول يجب تأطير هذا الشعب، يجب قيادة هذا الشعب. الشارع الآن رافض تماما، وقالها الأستاذ الياس فلالي، رافض تماما لمن يقوده، فهو يعرف قيادته. ما تحليلك؟ اولا يعني الثوره هذه التي وضعت السلطه ووضعت احزاب المعارضه ووضعت النشطاء كلهم ووضعت المجتمع المدني بصفه عامه ووضعت العالم باسره امام امر واقع، هذه الثوره أنا أفضل أن نسميها الثورة يعني بالمناسبة. نعم. لا نبخس الأمور أشياء، يعني لا نبخس الأشياء قدرها، هذه ثورة
بكل المقاييس. الشعب الجزائري ثار على المنظومة الحاكمة في الجزائر في كل في كل مستوياتها، وألزم هذا الشعب الطائر، ألزم مؤسسات الجمهورية أن تحترم نفسها، لأنها وجدت نفسها أمام شعب محترم. فهذه الثورة التي يظهر أنها تسير بخطى ثابتة ومنظمة تنظيما جيدا ومحكما لا نعرف أسراره، أنا أثق تمام الثقة بأن في الوقت المناسب ستخرج من سيتحدث باسمها، وهذه الثورة تعرف أمورها. نعم. فلا أعتقد أنه يلزم التقلق، لأننا كلنا خارج، يعني مشاركين كمواطنين، نعم، مساندين ربما كمواطنين، وكأنا شخصيا كل يوم جمعة أخرج كمواطن ونمشي مع الناس اللي تمشي ونعبر على رأيي، ولما ينتهي أدخل إلى بيتي. نعم. وأراقب تعليقات إلى آخره، وواكب هذه الثورة إلى أن توصلنا إلى الموصل الذي قررته، لأن هذا عبارة عن تفكير جماعي، وهذا عبارة عن ضمير جماعي سينتهي ونحن خلايا في هذا الضمير الجماعي. أكيد. سينتهي هذا الضمير بأن يخرج عقله وممثليه، وأنا كل ثقة بأنه سيخرج هذا العقل وهذه الممثلين. بالتأكيد. ويخطئ من يعتبر أن هناك غرفة عمليات فيها بعض الأشخاص، هذا وعي بالتأكيد. جماعي. واضح. هذه فكرة. واضح. الفكرة الثانية التي أريد أن أشير إليها فقط في نقطة واحدة باش نكمل الفكرة الأولى. أنا أوجه نداء، إذا كان هذا النداء يوصل، أنا أوجهه الآن إلى المجتمع الدولي بكل أطيافه، حذاري من التعامل مع أي رئيس أو أي حكومة بعد 28 أبريل إذا لم يكن الشعب الجزائري هو الذي وافق عليها وأعطاها السند الشرعي وكلفها بالعهدة التي سيكلفها بها، سواء تعلق الأمر بمرحلة الانتقالية أو أي شيء آخر. إذا كان الشعب الجزائري رافض للتحدث، لأن من الناحية القانونية فقط الآن هناك أفراد يتحدثون باسم السلطة ويمكن أن يستمروا في ذلك، وهم مخطئين لأنهم فاقدي الشرعية وفاقدي السند القانوني على الأقل في الشكل، ولكن نفسهم الأخير سينتهي يوم 28 أبريل. لكن حذاري من أن يتعامل المجتمع الدولي بعد 28 أبريل مع أي سلطة لم يفوضها الشعب بشيء بطريق بأسلوب أو بأسلوب آخر. هذه ملاحظة واضح أن أوجهها الآن. هامة جدا. أستاذ صالح ابقى معنا إذا سمحت. عاد إلينا الزميل عادل العزيزي عبر الهاتف الآن، خدمة سكايب الإنترنت ضعيفة في الجزائر الآن. مرحبا بك عادل مجددا، كيف تنقل لنا الأحداث وما شاهدته أمس في وقفة جمعة أمس؟ تحياتي لك أختي سمية من جديد، وتحية إكبار وإجلال للشعب الجزائري الذي خرج بالملايين أمس في كل الولايات، وكانت العاصمة كذلك اكتست حلة جميلة ورسم لنا فسيفساء أجمل من الأيام الماضية. يوم الجمعة كانت الخرجة الخامسة للشعب الجزائري، أو الجمعة الخامسة، لكن الحراك يبقى متكامل ومتسارع. أنقل لكم تحيات كل الشعب الجزائري، معظم الشعب الجزائري الذي تعرف عليه، وأنا أصور مثلي مثل أي مواطن جزائري، كل من تعرف علي ينقل لكم سلامه وينقل لكم حبه ووده، ويعني يقول أن المغاربية من أحسن القنوات وهم يفضلونها على قنوات عديدة. نعم عادل، أنت كنت أمس في الوقفة، والآن على ما أظن كنت في الوقفة في البريد المركزي مع المحامين، كيف شاهدت؟ صحيح أن نعم صحيح أن الحراك كما قلت لم يتوقف، كانت هناك وقفة للمحامين، كان معهم موثقين، يعني أسرة العدالة كانت موجودة اليوم، كانت وقفة البريد المركزي ثم تحولت إلى مسيرة جابوا بها وكل شوارع العاصمة وعادوا إلى البريد المركزي، ثم انتقلوا إلى محكمة عبر رمضان بالعاصمة دائما، ونفس الشعارات يرددونها. هم يريدون
أن يتنحى هؤلاء من سدة الحكم ويسود تسود العدالة والحرية في الجزائر. نعم عادل، البارحة كان بعض المزامير في المسيرات، هناك من قال أن هذه المزامير وهذه الصرخات إن صح التعبير قد تشغل الرأي العام أو الرأي الجزائر بصفة عامة عن الهتافات المتحضرة الحضارية التي كانت في الجمعات الماضية. أمس فعلا شاهدنا هذا في الحراك أمس، ما تعليقك؟ أنت كنت في أرض الميدان. نعم أنا لا أقول أنها تشغل الرأي العام والحراك وتخرج الحراك عن ربما مطالبه ومبادئه، لكن كانت حقيقة هي مزعجة، لكن إن كانت تفرح الشعب الجزائري فمرحبا بها، ولكن نبقى دائما في نفس الشعارات، الملايين خرجت وتصدح بنفس المطالب بنفس الهدف، يعني نفس الأهداف هي مسطرة، كما كان يقول الأستاذ صالح دبوز، هذه ثورة وهذا الحراك مقدس وهو يعني متقن ومحكم ويسير بشكل سلس، ودائما نفس السلمية، ولكن لا نعلم كيف، ربما كما قلنا إن ملائكة الرحمن ربما هي التي تحمي هذا الحراك. نعم هناك لم أتحدث عن العمال الذين خرجوا اليوم أمام تعضدية العمال واتحاد العمال الجزائريين، كذلك هم خرجوا ضد رئيسهم المسمى سيدهم السعيد، وكانت لهم وقفة ومطالب منها تنحيته من على رأسه من اتحاد العمال. هناك كذلك اجتماع لقاء تشاوري تاع المعارضة، كيف كان؟ نعم اجتماع المعارضة كان هناك، حضرنا الافتتاحية وكلمة الشيخ عبد الله جاب الله، وهم يشدون على دائما مبادئ الحراك وهم مع الحراك، وأظن أنهم في تشاور لإخراج ما يسمى طريقة خريطة الطريق لمواكبة هذا الحراك، لكن دائما هم يساندون ويشدون ويقولون لابد على الحراك أن يستمر لتتحقق مطالب الشعب الجزائري. نعم عادل، فقط ملاحظة، يعني هناك الشارع الجزائري رافض لتكرار هذه الوجوه، رافض أصلا للمعارضة للنظام، كيف سيستقبل الشارع الجزائري آراء المعارضة أو بيانات المعارضة التي تخرج عن اجتماعاتها؟ والله بيانات المعارضة كما قلنا أن السياسة أصبحت غير مفهومة في الجزائر، هذا رأيي الشخصي، يعني كل الحراك ورأينا هذه الملايين التي خرجت، وينضم بعض الأشخاص المحسوبين على السلطة وفي أعلى هرم السلطة ينضمون للحراك، وأصبحت يعني هذه سياسة غير مفهومة، لكن أؤكد لك أن الشعب الجزائري يعرف يميز الخبيث من الطيب، وستكون الكلمة الأخيرة للشعب الجزائري. نحن نرحب بهذه المبادرات، وتعتبر عند الشعب الجزائري كلجنات أو اجتماعات تشاورية يتثقف منها الشعب الجزائري سياسيا، وربما تأخذنا إلى بر الأمان، إلى بر السياسة في الجزائر، وتصبح السياسة مفهومة في العاجل القريب حولنا. نعم ابقى معنا إذا سمحت أخي عادل، أعود لضيفي الأستاذ إياس فيلالي. أستاذ إياس فيلالي في الأخير، يعني كلمة أخيرة قبل أن نأخذ ضيوف آخرون، ماذا تقول للشعب الجزائري وأنت على المباشر الآن أستاذ إياس فيلالي؟ أهنئ الشعب الجزائري على هذه يعني السلوك الحضرية وعلى هذه الثورة البيضاء، الثورة التي إن شاء الله ستكون يعني مثل يقتدى به للقضاء على 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 هيمنة قوة الشر على شعوب العالم، كما كانت الثورة الجزائرية بالأمس التي حررت نصف إفريقيا. إن شاء الله نتمنى أن تكون يعني هذه الثورة تحررنا من هذا النظام المستبد، وكذلك تكون يعني تلهم شعوبا أخرى في المنطقة وغير المنطقة بطريقتها السلمية بطريقة حضارية، لي يعني لالتقاء قوى الخير
وللعمل على 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 يعني العمل على العمل في في صالح الشعوب في صالح الشعوب والقضاء على الهيمنة على هيمة القوى الشر في هذا العالم. نهني الشعب الجزائري على كل يعني على هذه الحضارة على كل هذه العمل الرائع، ونقول له إن شاء الله نحن كل جمعة إن شاء الله وكل يوم وكل يوم ولا نستسلم حتى نسترجع هذا البلد وحتى نسترجع سيادتنا على أرضنا ولنطرد المرتزقة والخونة والمجرمين وسراق المال العام. ويومها إن شاء الله سنفرح باستقلالنا الحقيقي إن شاء الله. شكرا جزيلا ياسر، شكرا جزيلا ياسر فلالي الناشط في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. أعود إلى عادل معنا عبر سكايب. مرحبا عادل، مرحبا مجددا بك. الله يبارك فيك أختي سمية، وتحية طيبة للجميع. كما قلنا أن الشعب الجزائري يبلغكم تحياته وسلامه. الكل من تعرف علي أمس يعني كان يقول أن كان يثمن مجهودات كل الطاقم المغاربية من صغيره إلى كبيره. عادل، الآن أنت متواجد في العاصمة، في قلب العاصمة. أنا في قلب العاصمة في ساحة أودان بالتحديد. كيف هي؟ كيف هو الشارع؟ كيف هم وجوه الأشخاص؟ سعد وعقبة. كيف هم وجوه الأشخاص أمامك هناك؟ والله الجزائر تستبشر وهم في عرس دائم. الأجواء جد جميلة، ويعني كما قلنا حتى أمطار الأمس لم تمنع الشعب الجزائري من النزول إلى الشارع، وكانوا على قلب واحد، قالوا حتى وإن سقطت الحجارة سنخرج، فسنخرج كل جمعة وكل يوم. جميل جدا، كان فعلا مشهد رائع أمس. معك الأستاذ حسن بوراس. أستاذ حسن بوراس معي، هو يقربكم السلام. سأحول المكالمة إلى حسن بوراس. مساء الخير أختي سمية. مساء النور، أهلا بك أستاذ حسن، مرحبا. أهلا وتحية لك ولكل مشاهدي المغاربية. حياك الله، حياك الله أستاذ حسن. في خامس جمعة أمس، في خامس جمعة الشعب، وحدة الشعب، كلمة الشعب، فعلا قال كلمته منذ 22 من فبراير. ما زال يصر على هذا التغيير، ما زال يصر على كلمة واحدة، لا لبقاء هذا النظام، وعلى النظام أن يرحل ويرحل في الآجال القادمة. ما تحليلك أستاذ حسن بوراس؟ أعتقد أن الشعب الجزائري حسم أمره في اتجاه هذه العصابة الحاكمة. بعد خامس جمعة والمطالب التي يمكن أن نصفها بالراديكالية، الشعب يريد رحيل كل هذه المنظومة. ولكن أريد أن أشير أن هناك المعارضة التي لا تزال مشككة أو متربصة ومترددة، لا تزال تناور وتجتمع في الصالونات على هذه المعارضة، أن إما أن تحسم أمرها وتصطف مع الشعب ومطالبه، أو تحزم أمتعتها وترحل مع هذا النظام. نعم أستاذ حسن، الآن الشارع قال كلمته، لا للحوار مع هذه السلطة، لا لانضمام هذه السلطة أو الجلوس معها في طاولة الحوار. هناك من يقول على هذا الشارع أن يكون له قائد يقوده. ضيوف الكرام كلهم أجزموا أن فعلا الشعب الجزائري وصل إلى وعي جعله هو يقود الشارع، هو من يقود كلمته في الأخير. ما قراءتك على من يقول أن علينا أن نقود هذا الحراك؟ بالتأكيد يجب حين نصل إلى مرحلة يجب أن تبرز من هذا الحراك شخصيات لتحاور، ولكن من 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 الحراك وليس من وليس الذين يريدون الاحتواء او القفز او الكلام تكلم باسم هذا الحراك. على هذا الحراك خاصه من الشباب ان يبرز نخبته التي ستحاور وتقرر وتحمل بثقه وبصدقيه مطالب هذا الشعب، لان المتربصون بهذه الثوره ينتظرون أي فرصة لكي يحتووها ويلتفوا حولها، هذا بالتأكيد. نعم نعم أستاذ حسن،
إذا تحدثنا عن الحكومة الحالية التي تعيش في تذبذب، تعيش في اضطراب، وهي تحاول ترتيب بيتها، كيف تقول؟ ليست فقط الحكومة ولكن المنظومة كاملة بوجهتيها المدنية والعسكرية، يبدو أنها متذبذبة في 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 قراراتها، ولم يتضح لحد الآن موقفها من هذا الحراك أو من هذه الثورة السلمية التي يقودها الشعب الجزائري. هناك تذبذب ومواقف مبهمة، ويمكن أن أقول هناك الكل يتربص، المعارضة تتربص، النظام بوجهتيه يتربص بالحراك. لم تتضح المواقف من هذه. الوحيد الذي أوضح موقفه وخارطة طريقه هو الشعب الجزائري بمطالبه. الكل متذبذب والكل متربص. الوحيد اليوم في المشهد السياسي الموجود في الجزائر هو الشعب الذي أوضح خارطة طريقه اليوم بمطلب رحيل كل هذه المنظومة. وعندما نقول المنظومة، أظن المنظومة بوجهتيها المدنية والعسكرية وحتى بملحقاتها ومشتقاتها من 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 طبقة سياسية تقليدية التي فشلت هي أيضا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسن بوراس الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا من الجزائر. أشكر زميلي عادل العزيزي، أشكر زميلي بالنيابة عني يا أستاذ بوراس. شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي الأستاذ صالح دبوز. أستاذ صالح دبوز، فعلا الشارع الجزائري قال كلمته مدوية وصارخا، يعني لا لبقاء هذا النظام ولا لقيادة هذا الحراك. ألو أستاذ صالح؟ نعم نعم نعم. ولا لقيادة الحراك. واش قلت آخر سؤال؟ قلت أن الشارع الجزائري فعلا برهن على أن عنده كلمة واحدة وقالها مدوية وصارخة لا لبقاء هذا النظام، على النظام أن يرحل جذريا بكل أطيافه، وعلى الشارع الجزائري أن يتحكم في وحدته في كلمته ويصر على كلمة واحدة هو فعلا تغيير هذا النظام جذريا ولا قائد لهذا الحراك، أليس كذلك؟ لا، مش لا قائد لهذا الحراك، ولكن الحراك أو الثورة، أنا أريد فضلا أن أقول لها الثورة. الثورة تعرف متى ستتهيكل وتخرج قيادتها. في تقديري هذا هو الأمر المطروح، لأنه لا يعقل أن نتصور أن تبقى ثورة نتحدث عن حاليا الآن عن الظرف، يعني عن المدى القصير. الآن الثورة تقول لسان حال الثورة، يعني إحنا نخرج نهار الجمعة نسمعوا الناس يقول لك إحنا لنعرفوا التوقيت المناسب باش نديروا الخطوة المناسبة. لا أحد وضع التوقيت 22 فبراير إلا هذه الثورة، قررت أن تنطلق يوم 22 فبراير، ثم قررت أن تكون دورية في كل جمعة، ثم قررت أن يلتحق بها يعني نخب من الناحية الوظيفية معينة، قررت هي التي قررت، لأن لما ننساوش بل المحامين أبناء الشعب والقضاة أبناء الشعب. أكيد. وهي ستقرر في الوقت المناسب اليوم الذي ستعلن أو ستتهيكل فيها أو ستعلن عن هياكلها إلى آخره. ما أريد أن أقوله الآن، أعتقد أن طبيعة الشعب الجزائري هذه في تقديري، ربما إذا كنت مخطئ الزمن سيبين ذلك، أعتقد أن هذا الشعب متسابح. ما معنى أنه متسابح؟ الشعب الآن ثائر ومصر على أن النظام هذا يذهب ويذهب كله، ونسمع، وأنا من الذين يقولون بأنه لا يكفي أن يذهب النظام، ولكن يجب محاسبة هذا النظام على ما قام به من جرائم فظيعة جدا. هذا مفروغ منه. نعم. لكن الثورة القائمة على أسلوب تسيير أكثر من على الأشياء. طيب، يعني طبعا هذا الأسلوب تاع التسيير وهو فرض وصاية وفرض أمر معين على الشعب، هذا هو اللي مرفوض. نعم. سيحارب وستحارب رموزه في تقديري، وسيحاسبون. وأتمنى أن المرحلة القادمة
يكون فيها آليات للعدالة الانتقالية بحيث نحدد المسؤوليات. وأتمنى أن يعني يمتد الحساب من تونسين إلى اليوم، لأن جرائم وقعت في تونسين إلى اليوم، بداية من الانقلاب تاع جيش الحدود ورواحه، كل الجرائم التي جرت في هذه الفترة يجب أن توضع ضمن آلية عدالة انتقالية، ولتأخذ الوقت يعني الذي يجب أن تأخذه، يعني ما يلزمش نكونوا مقلقين. هذا من جهة. نعم. هذا الأسلوب سيسمح لنا بطي صفحة والدخول إلى مرحلة أخرى، لكن يعني الخطاب الواضح جدا في تقديري من هذا الشعب هو أنه منا للقدام لا يجب أن الشخص الذي سيستلم السلطة في أي مستوى كان يجب أن يتحدث باسم الشعب كما يريده الشعب. أكيد أكيد. لا يقدرش واحد يجي كرئيس أو كوزير أو كوالي أو كوظيفة أخرى، ربما سنشهد حتى إعادة هيكلة هذه الدولة التي أخذت نموذجها من الدولة الفرنسية. نعم. وقوانينها من الدولة الفرنسية، ربما ستقع إعادة هيكلة هذه الدولة، فالوظائف الجديدة لا يجب أن يكون مسؤولي في تقديري، يعني واش فهمت أنا من هذا من هذه الثورة من احتكاكي اليومي مع الناس اللي راهم برا ورسائلهم البسيطة التي حاولت أن أفهم مغزاها، هي أنه من القدام ليجي مسؤول على مواطن يجب أن ينقل صوت المواطن إلى السلطة، وليس يجي يروح لعلبة سوداء موجودة لا نعرف أي يملي على الشعب ما يريد من تلك العلبة السوداء، ويجي باش يأدب المواطن ويقول له أنت يجب أن تتخلى على أفكارك ويجب أن تكون خلاص. هذاك الوقت انتهى، هذاك الوقت انتهى. يعطيك الصحة سيد صالح. نعم، ابقى معنا سيد صالح. انضم إلي الآن سيد العجال سجني، هو أستاذ جامعي من ورقلة. تحية تقدير لأهل ورقلة، وتحية لك أستاذنا الفاضل، بعد أن نرحب بك في هذه التغطية. هذه الجمعة الخامسة والشعب يخرج في مظاهرات سلمية حضارية، مظاهرات قال فيها كلمته وصارخا لا لبقاء هذا النظام. كيف هي الأجواء في ورقلة أستاذ سجني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على الاستضافة، كما أشكر يعني ضيوفك الكرام الذين يعني يقومون يعني بالواجب في خاصة في هذه الظروف يعني الصعبة التي تمر بها بلادنا. نعم. ونتمنى إن شاء الله النصر القريب للشعب تاعنا، لأن الشعب هذا يستحق يعني كل تقدير وكل احترام، ويعني وشعب كما كانوا يقولوا الزملاء شعب مسالم وشعب كريم. يعني والله حرام عليهم يعني ان يعملوا ما عملوا بهذا الشعب. يعني احنا نقولوا من هذا المنبر نوكلوا عليهم ربي. هذا الناس هذم الى ما خافوش من هذا الناس يخافوا من ربي سبحانه، لان العداله الاله راهي اكثر من عداله الشعب هذا. نعم. فيما يخص يعني الحراك في الجنوب، يعني لا يختلف عليه في الشمال، يعني يومين كما كانوا يتكلموا الزملاء، يعني الشارع يتحرك، الشارع في تطلع، الشارع ينتظر يعني تسليم السلطة من أنا ما نقولش من هذا النظام، ولكن نقول من هذا العصابة، لأن لازم ذكا ندقوا في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في المصطلحات، لان هذا ما يقدروش نسميهم نظام. والله يا اخت سميه لا نقدروا نسميهم نظام، لان النظام على الاقل بلكش عنده جزء من الحياه، ولا جزء من يعني من الحشمه، ولا من التمثيل، يعني بلكش يمثل شيء من الاشياء هذه. اما هؤلاء هم عصابه، والان تاكد بان هذا يعني العصابه هذه تعمل لاجنده هم يعني كلفوا بها، يعني كما نقولوا سيدي شارجي ديميسيون. هاد الناس ما جاوش هكاك ومش قاعدين يدافعوا يعني بـ 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 عن قصد ولا عن غير علم ولا هذيك، يعني كل خطوه محسوبه.
وهما يدركون جيدا ماذا يريدون. اذا ما لازمش يعني اخواتنا ولا يعني زملائنا ولا المناضلين يظنوا باللي الناس هذم راهم اغبياء ولا الناس هذم راهم ماكسين وراهم يمدوا في 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 طول الازمه. هذم الناس مكلفين بمهمه في الجزائر. هذا الناس يعني بانوا على الحقيقة تحم، لأنه اليوم راه محطين رواحهم أوصياء على هذا الشعب، يعني من 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 بداية الأزمات وهم يتصرفوا وكأنهم هم أوصياء على هذا الشعب ولا يوجدوا أصلا شعب. لأن شفنا التصريحات تاعهم، شفناهم سبوا والدينا، لعنونا، قالوا شعب هذا ما يفهمش، شعب مش متحضر، شعب ما يعرفش يدير تظاهرات، شعب مازال ما لحقتوش الحضاره بالمفهوم هذا. وبالتالي هذ الناس يعني كانوا يعني بأتم الكلمه يعني اوصياء للناس اللي حطوهم في هذا المكان. وبالتالي اليوم طرحت الامور لانها لا ينتظروا به ذكا يعني راح يسودوا شعب اللي هو رافضهم. هذا منطق ما يقبله لا العقل ولا يقبله غير العقل. يعني كل دول العالم اليوم راهي في حيره من امر هذا الناس ومن هذا النظام، من هذه العصابه، من هذه العصابه هذه. يعني كيفاش يعني المحل المخرج هذا هو السؤال. هذا هو السؤال استاذ العجال. نعم، يعني الاصرار، اصرار الشعب، اصرار الشارع الجزائري على البقاء في الشارع والتنديد بهذا لهذا النظام وعدم بقاء هذا النظام، واصرار النظام او العصابه كما قلت على هذا البقاء والتعنت، يعني هذا التجاهل لهذا الشارع. العصابه لابد ان ترحل وان ترحل في اسرع وقت ممكن. العصابة هذه لا يمكن لها يعني أن تبقى في هذا الحال. هي تحاول أن تدفع بهذا الشعب إلى العنف، تدفع بهذا الشعب إلى اللاشرعية، تدفع بهذا الشعب إلى 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 المأزق اللي هي وضعته لهذا الشعب. ولكن الشعب راه متفطن لهم، والشعب راهو يقاوم فيهم بأسلوب حضاري جدا، راهو يستعمل معاهم يعني كل يعني سبل نبيلة، يعني اللي ما تخليهش غدوة يندم على الخطوات اللي راهو قادم عليها. وبالتالي احنا ندعوهم من هذا المنبر الى تسليم السلطة للشعب. الشعب سيد، الشعب هو مصدر كل السلطات. هذا الناس لوسوا أوصياء على هذا الشعب. هذه البلاد هي بلاد بن المهيدي، بلاد بن بولعيد، بلاد الشهداء. هذه عمرها ما كانت بلاد العصابة. وبالتالي تضحيات الشهداء لا تذهب هباء منثورا. يعني نطلب منهم أنه ينسحبوا بشرف، ينسحبوا بشرف، لأن الشعب حكم عليهم. إذا اليوم ما بقى لهمش مجال للمراوغة، ما بقى لهمش مجال للمناورة، ما بقى لهمش وقت باه يزيدوا يضيعوه للشعب. هذا ضيعوا لنا عمرنا، هاي ثلاث أجيال ولا ربع أجيال اللي فاتت وهما متسلطين على رأس هذا الشعب. واش يحوسوا الناس هذا؟ واش يحوسوا؟ قتلوا، نهبوا، سرقوا، خربوا، داروا كل الأشياء يعني اللي ينزل على الجبين. ولكن لحد الساعة ما زالوا يظنوا باللي ما زالت عندهم الوصاية. ليست لهم وصاية ولن تكون لهم وصاية من 22 هذه فيفري إلى اليوم هذا. الشعب قال كلمته، الشعب خرج إلى الميادين، الشعب رفضهم جملة وتفصيلة. لا تفاوض، لا حوار، لا جدال مع هذا الناس إلا الرحيل الرحيل الرحيل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ العجال السجني، الأستاذ الجامعي كنت معنا من ورقلة. انضم إلي الآن الأستاذ ميلود قادري البرلماني السابق والناشط السياسي. أهلا بك أستاذ ميلود. المعارضة تجتمع اليوم، المعارضة الداعمة للحراك إن صح التعبير، تجتمع اليوم في مقر جاب الله. ما هي قراءتك لهذا الاجتماع؟ والحراك ما زال متواصلا الجمعة الخامسة، والشارع الجزائري يعبر عن رأيه بكل سلمية، بكل حضارية، وبكل وعي،
وإدراك. أستاذ قادري مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة لقاء المعارضة أو جزء من المعارضة والمعارضة المعتمدة في مجلسها ربما ربع لقاء أو خمس لقاء يلتقي، والحراك مستمر. هما حابين ونكرنا هما جزء من الحراك ودخلوا الحراك ربما حتى ربما كان يلتحق، لكن الآن موجودين الحراك مثلا يمس الجمعة تقريبا كل الوجوه المعارضة كانت موجودة في الساحات يعني. نعم. المطلوب منا الآن هما العقلاء في الجزائر بيتدخلوا الآن باش يحلوا الإشكال القائم، لأن دوام الوضع بالشكل هذا عنده مساوئ وعنده مخاطره، ما تكون مخاطر تكون مساوئ مستقبلا، لأن خمس جمعات وخاصة الجمعة تاع البارح كان رغم الأمطار ورغم الأوضاع الجوية، لكن شاهد صلينا مع الناس والله الأمطار يعني واش نقول لك أمطار غزيرة جدا والناس في الشوارع. نعم. احنا نكلموا العقلاء اللي في النظام، نكلموا العقلاء اللي في النظام هذول اللي راهم مستمرين، ومش نظام هو سيستم. نقول لهم يا ناس حكمتوا من 91 حتى اليوم 14 سنة، ربما كانت بداية الاستقلال وكانت ثورة ثقافية وثورة صناعية وثورة مهمة كانت بداية، لكن من 91 وروحنا هم خارج قانون بعد الانقلاب على الشعب حافظين فرا، لما تبعد رأي الشعب وتبعد رأي الأغلبية يكون هذا الوضع. الآن الشعب مصر والشباب مصرين، لذلك احنا نكلم العقلاء في الناس هذو، الناس والعقلاء هذو وفي مؤسسات مهمة داخل الدولة من بينها الجيش، من بينها الجيش، أن الجزائر غالية، وربما سبق وتكلمت في القناة تاعكم الكريمة وذكرنا أن الشهداء اللي صعدت أرواحهم فداء لهذا الوطن لا يعدون، كان يقول زملائي كان يقول مليون ونص كان يشعب، لكن الآن كاين ناس توجه لهم الكلام مباشرة، بعض الشخصيات في المعارضة كانوا ربما كان بعض منهم كان قبل في النظام اللي قادرين يقودوا المرحلة الانتقالية، الآن مرحلة انتقالية ونتمنى وإن شاء الله يستغلوا هذا الشهر اللي مازال عندنا تقريبا شهر باش نستغلوه، ما نكونوش خارج الدستور، ماذا بينا نكونوا في الدستور، لأن خارج الدستور بمعناه خطر على البلاد. نعم. خطر على البلاد، ولذلك العقلاء داخل السلطة وموجودين، موجودين يقول لهم يا جماعة أنتم الآن سيرتوا جربتوا شفتوا فشلتوا، سيرتوا مراحل كان البترول غالي وكانت الأموال مكدسة وفشلتوا، ولحقنا تسمى فترات أن ما عندناش باش نسلكوا العمال كما كان يقال وفشلتوا. الآن بكل جزائرية واضحة وبكل إيمان وإيمان صادق يبدو واحد الجهة وخلي الناس تسير البلاد بالتي هي أحسن، وماذا بينا نروح مرحلة انتقالية بسيطة ننتقل بعد لرأي الشعب واختيار الشعب. ابقى معنا إذا سمحت أستاذ ميلود قادري، أعود إلى ضيفي الأستاذ صالح دبوز. أستاذ صالح دبوز في الختام، يعني فعلا قلنا هذا الحراك ما زال متواصلا ما دام هذا النظام طبعا باقي في الحكم، ما هي كلمتك الأخيرة ورسالتك لهذه الشعوب أو الجماهير التي يعني تقف يوميا وخاصة يوم الجمعة بهذه الحشود الكبيرة، وكلمة أخيرة لهذا النظام أو العصابة إن صح التعبير؟ أنا أقول يعني تقريبا تعليق بسيط على الأخ اللي دخل قبلي، لا أعتقد أن بقي هناك شيء اسمه دستور. لماذا؟ لأن المجلس الدستوري هو روح الدستور، الدستور قوانين مكتوبة على الورق، وهناك مجلس دستوري مكلف برقابة بسط رقابته على كل المؤسسات والأفعال الدستورية. لما يكون رئيس الجمهورية يصدر أمر خارق للدستور باش يوقف الانتخابات ويحل الهيئة العليا ويعطيها كأمر للمجلس الدستوري وينفذ المجلس الدستوري هذا، فأصبح الدستور ميت وغير موجود، وكل ما نتج عنه غير موجود. ولهذا أعتقد أن الأمر الآن مهم أن نهتم بالأشكال. الآن الجزائر يحكمها القانون ما يسمى بالقانون الطبيعي، يعني غير مكتوب، عقل الإنسان يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح ورانا ماشيين، وما لازمش نتقلقوا لأن السلطة شاغرة منذ على الأقل
سبع سنوات كما قال ناطق الرسمي. فلما بقات مركز رئاسة الجمهورية شاغر منذ سبع سنوات، يجب أن ننظم الآن باش نبنيو الدولة الجديدة وفق ما يرغبه الشعب. أعتقد أن الشعب وصل إلى درجة من الوعي كافية، وأترقب أن تحدث أمور إيجابية جدا. وأنا راني مانيش مقلق، وراني مع الشعب اللي ما هوش مقلق، والقلقة راهي في السلطة، والسلطة راهي يعني مرتبكة ارتباك شديد، وتقوم بأمور لا تستطيع حتى أن ترتب أمورها. فنرتقب أن لأنها زالت، نرتقب من هذه الجثة أن تغادر المكان الذي ستنصب فيه السلطة التي سيبدع الشعب على إيجاد الطريقة الصحيحة. نحن في وضعية 62 وفي وضعية 91، لما انتهى نظام وسلم نظام، بغض النظر إذا كان النظام الذي انتهى شرعي والذي استلم شرعي، المهم انتقلت السلطة في 62 وفي 91 فجأة من مجموعة إلى مجموعة، فستنتقل فجأة الآن من مجموعة فاسدة إلى مجموعة إن شاء الله ستكون مجموعة صحيحة وشرعية، وستعرف كيف تؤسس الدولة الجديدة. جميل جدا كلامك أستاذ صالح دبوس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والبقائك معنا في هذه الفقرة من تغطيتنا. أستاذ صالح دبوس المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود مشاهدينا إلى ضيفي الأستاذ ميلود قدري. فعلا الأستاذ صالح دبوس قال كلمته، وقال أن الشعب قال كلمته، وهو ما هوش مقلق مثل ما هي الحكومة أو هذا سيستم مقلق. ما تعليقك من القدري؟ هذا رأيي ورأيي يحترم، لكن احنا في دولة وشعب، وعندنا مطالب تسيير دولة، عندنا مطالب تسيير شعب، باش نبقاو احنا في هذا الحراك وهذا، ورغم انه طيب جدا. انا ما نسميش حراك، هذه هبة وطنية فيها خير، بأن الحراك أو الفوضى أو الثورة فيها مشاكل. إحنا الحمد لله هذه هبة شعبية، وبرهن الشعب الجزائري أنه فعلا حتى البوليس ما يحتاجوش في تنظيم المسيرة ونهايتها ودون نظافة. وإحنا شوفي كنا في مواقع مقدسة وتلقي مشاكل وتلقي أوساخ وتلقي معاوشين، لكن في شوارع الجزائر في كل المدن لقينا النظافة والاحتياط والاحترام المتبادل. لكن احنا اللي نطلبوه الان كل الناس تسعى لتحقيق اراده الشعب، واراده الشعب الان مرحله انتقاليه نروحوا بها للبر الامان، ونروحوا لاختيار الشعب واحترام اختياره مهما كان اختيار الشعب. نعم، نعود الحديث على المعارضه التي تجتمع الان، يعني الحديث عنها كان الشارع رافض تماما لهذه المعارضة، لأنها لم تكن في يوم من الأيام تمثل هذا الشعب. والآن هناك من يقول أنها يعني تركب الأمواج. ما تعليقك؟ هو النظام جاي يبخل المعارضة بخل روحه، لأن المعارضة الشركة الذي كان صار يقبل أن المعارضة كانت مهمشة، والمعارضة كانت لا صوت لها، وفعلا وقع بالحلال في الاداء، وقع بالحلال في الاداء، وهذا واقع. وراينا ان الحراك والشعب رفض كثير من المعارضين وسمعهم كلام كثير في التجمعات، رغم انه لم ياتي احد. ربما بالكلام نعم، لكن ما باش هذا واحد لا. احنا باش نقوله الان، احنا بالنسبه للمعارضه وحتى الناس اللي كانوا في النظامات، كانوا جزائريين ماهوش قال مثلا جايين من المريخ ولا، نعم كان فيه من الخاطئين وفيهم اللي ارتكبوا اخطاء ربما فادحه واخطاء ربما فيها حتى الان نوع من الخيانه. ونعاود ناكد الشعب الجزائري، وانا ربما كما كان كنت محظوظ حضرت تقريب من كل الخرجات تاع الشعب الجزائري. الشعب كاين افراد ينفرهم صح ويكرههم كره، مثلا السيد ابراهيمي هذا ينعتوه انه اذا داس ارضا لن يثبت العشب 40 سنه. هذا تسمى صاحب المهمات الفاشله، ولذلك هذا السيد ابراهيمي يبعد اطلاقا، يعني ما عندوش مجال ويتكلم في الجزائر. الشيء اللي نكلمه الان، نعاود الكلام بالنسبه للمعارضه والشارع
وحتى الناس اللي الان راه في الاستبداد وفي النظام عليهم الان العوده للشعب، والعوده للشعب اذا الدوله قوتها في الشعب، قوتها في الشعب. الدوله الان والسيستم كسروا احزاب المعارضه وكسروا احزاب حتى احزاب الموالاه، واصبحوا حتى احزاب الموالاه باش يجتمعوا في قاعه يجيبوا الكاشير باش يلموا الناس، وكأن الناس اصبحت جيرانة بشر مع الاسف الشديد. ولذلك كسروا الاحزاب المعارضه الان، اصبحت الحزب لا يستطيع ان يجمع 15 واحد باش يبدا في قاعه، واصبح الهم هو يملى القاعه وخلاص، ما يهموش توصيل الافكار. اصبح قال ندير قاعه وباش بصوره ان الناس حضروا لي وانتهى، واصبح الشارع في جهه اخرى. وكررنا مرات منذ سنوات في قناه كريمه وفي عده قنوات اخرى، قلنا راه الشعب في واد والسيستم في واد والمعارضه في واد اخر. نعم. ويجي نهار والحمد لله احنا واقفين في النهار هذا ان الشعب الجزائري يريد تحقيق ما يريد، ولذلك علينا جميعا في المعارضه او في الحراك او الان نسدون هذا السيستم ان ندعو للجزائر ولا وطننا الا الجزائر. لذلك الجزائر لن تكون مصر ولن تكون السودان ولن تكون سوريا، الجزائر هي الجزائر. أكيد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ ميلود قادري البرلماني السابق والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر موصول إلى ضيوفي الكرام أستاذ صالح دبوز المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا زميل عادل العزيزي، والأستاذ حسن بوراس الصحفي والناشط السياسي من الجزائر، والأستاذ الياس فيلالي الناشط في المجتمع المدني. كما أشكر الأستاذ العجال السكني أستاذ جامعي كان معنا من ورقرة. الشكر موصول إليكم مشاهدينا على هذه المشاهدة وبقاكم معنا في هذه التغطية. تغطيتنا ما زالت متواصلة مشاهدينا الكرام. استودعكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.